الذي يزور القبور من أجل يدعو الأموات ويستغيث بأصحاب القبور ويتبرك بها ويلهم من ترابها تبركاً بها، هذا هو اللي يمنعها العلماء، الشيخ وغيره. أما الزيارة الشرعية التي يقصد منها السلام على الميت والدعاء له والاعتبار بالقبور، هذه زيارة شرعية لا ينكرها أحد من العلماء. فالشيخ ينكر الزيارة الشركية البدعية للقبور ولا ينكر الزيارة الشرعية.